في ظل الدعوات المتتالية اللي على إجابي باش يخرج من برنامج عندي ما قلك وينشط برامج أخرين على خاطره هو ما هوش الشخص المناسب باش يقدم البرامج هذية باعتباره هو اللي يلم في العائلات واللي يلم في الأخوات، هو بيدو يعني متعارك مع أخوه وفما فضايح برشا على السوشيال ميديا، دعوات جات من بيا زردي، جات من يعني برشا أطراف أخرين حتى من الجمهور. أخوه منجي شابي يعني طلب من صاحب قناة التاسعة يطرد على إجابي ولا حذره يعني من أنه يتواصل في برنامج عندي ما قلك. في ظل هذا الكل على شبي يقى روحه وحده يواجه العالم هذا الكل، يواجه المتقدين الكل. زوجته رملة بيان سور ما هيش معهم منفصل عليه وعندهم قريبا جلسة في الطلاق. هل هذا الكل باش يخلي على شبي ينسحب من تقديم برنامج عندي ما قلك ويرضخ لي الضغوط ما عادش ينجم يتحمل، او انه باش يتحدى الناس الكل وباش يواصل في الخدمة متاعه رغم كل الانتقادات ورغم الصورة اللي فيها على شبي توا؟